من يافا إلى لبنان مشوار صعب لطفل عانى فاعتبر النقمة نعمة والفقر غنى محفز للنجاح، وبعمر الثمانينات لا يزال يعتبر أنه عم بيحاول بالحياة وبكل تواضع. في باخرة شحن وبعمر ال10 سنوات اطلع صوب النجوم ووعد والده المكسور المهجر واللاجئ واللي خسر كل أملاكه وجنى عمره انه رح ينتقم، ولكن بطريقة نبيلة من خلال النجاح والتفوق على العدو. من الباخرة على أعرق المناصب ومن سندويشة الزعتر مضرب مثل لأجيال لحقوه، كان إيمانه بقدراته هو البوصلة اللي حولت تجربته لحكاية ملهمة وأضافت حول اسمه بريق سحري. لكل ما نقول لطلال أبو غزالة منوقف مطولا عند هالاسم الكبير وهالتجربة العريقة اللي بتبين للوهلة الأولى وإنك طالعة من فيلم لبطل خارق. هالطفل الطموح كبر ونجح وانتخب رئيس ل13 منصب بالأمم المتحدة بصفته الشخصية لا كممثل لأي دولة. بنى إمبراطورية اقتصادية، حصد الأوسمة والتكريمات على الصعيد العالمي. هالطفل الطموح هو دكتور طلال أبو غزالة. بشرفني مع زميلتي تمارا محاور مؤثر من بلادي لتكون خبرته بالحياة الشخصية والمهنية مصدر إلهام لشباب كتار من لبنان وبالعالم، خصوصا اللي فاقدين كل أمل. الدكتور طلال أبو غزالة صاحب التاريخ المشرف والحكاية الملهمة، ولد في يافا فلسطين عام 1938، ثم استقر بعد النكبة عام 1948 في قرية الغازية اللبنانية. قضى أبو غزالة مرحلتي تعليمه الابتدائية والثانوية في صيدا، حيث انطلقت رحلته نحو العلم والمعرفة وتكللت في تخرجه من الجامعة الأمريكية في بيروت باختصاص إدارة الأعمال بمنحة دراسية تقديرا لتفوقه. لم يكن طلال طالب نمطي، حيث كان بالتوازي مع كونه تلميذا معلما ومترجما وشابا شغوفا لا تحول بينه وبين أحلامه عقبات الحياة ومصاعبها. عام 1969 خاض طلال تجربته في مجال حقوق الملكية الفكرية بعد مشاركته في مؤتمر سان فرانسيسكو، وعام 1972 أرست يداه على التاريخ بتأسيسه لشركتين رائدتين للمحاسبة والملكية الفكرية. ثم ومع مرور السنوات بنى أبو غزالة إمبراطورية من 14 شركة متخصصة تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الإدارة والاستشارات والقانون وتكنولوجيا المعلومات. لم يكتفي الدكتور طلال أبو غزالة بالنجاح في الأعمال فحسب، بل أقام شراكات استراتيجية مع منظمات دولية بارزة مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، كما وتم تنصيبه رئيساً للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات عام 2023، مؤكداً بذلك مكانته البارزة في العالم المعاصر. إن قصة حياة الدكتور طلال أبو غزالة هي قصة نجاح ملهمة تشير إلى قوة الإرادة والعزم على تحقيق النجاح رغم التحديات، وهو يعتبر بلا شك الأب الروحي للمحاسبة وله إرث عظيم في مجال الأعمال والمالية وترويج الأفكار في العالم العربي. حاز الدكتور طلال أبو غزالة على العديد من الأوسمة، منها وسام شرف نجمة إيطاليا من رئيس الجمهورية الإيطالية ووسام الاستحقاق المدني من ملك إسبانيا، وعدد من الجوائز والدروع أهمها درع تذكاري من جامعة كامبريدج. إلا أن أهم تكريم للدكتور طلال كانت سيرته الاستثنائية والهالة التي تحيط باسمه أينما حل، كمثال لامع لطموح لم تقوى الحياة على لوي ذراعه. أهلا وسهلا فيك دكتور ببيتك بمكتبك. شكرا. نحن بيشرفنا حقيقة نكون اليوم عم نحاول شخصية مؤثرة مثل حضرتك. أهلا وسهلا فيك، بيشرفنا أكيد مرة تانية نكون عندك بالمكتب عم تستضيفنا وبنفس الوقت نحن عم نستضيفك على شاشة مريم تي في.
أنا فخور. دكتور بدنا نبلش معك شوي هيك سيرة حياة بالأول. بتقول الفقر نعمة ما اعتبرته بحياتك أبدا نعمة، رغم أنه بكل الأحاديث اللي صرحت فيها بتخبر أنه حتى على المدرسة ما كان عندك ثياب، أمك خيطت لك الحرام بالبرد لا تروح فيه، وصار في عليك تنمر، ولكن هالتنمر انقلب محبة من كل رفقاتك بعدين. كيف تحول معك شوف هالفقر؟ شوف سيدي، أنا كلمة جوهرية وردت. أولا أشكركم على المقدمة الكريمة السخية، تستاهل كل خير. ولكن أنت قلت كلمة أنا بالنسبة إلي هي السر. أقوى سلاح في الدنيا وأكبر مرض مؤدي بالدنيا الحب. الحب، المحبة، الناس ما بيعرفوا قديش قوية المحبة، تأثيرها. سلاح. لا يمكن أن تحب إنسان ولا يحبك، لأن الحب مؤدي. أنا إذا حبيتك مجبور أنت تحبني، ما كيف تكره واحد بحبك. صحيح. هذا الإحساس اللي عندي كان فضل فيه وبدايته لبنان. كيف تعلمت الحب؟ تعلمته بجنوب لبنان في ضيعة اسمها الغازية. هناك سكنت أول ما جيت من فلسطين. نعم. يافا. وشفت الحب في ضيافة أهل هذا الجنوب الكريم كيف استقبلونا. نعم. لم نكن لاجئين، شعرنا أنه نحن ضيوف أعزاء. هذه المحبة عوضتنا عن أي شعور بالألم أو اليأس. نعم. وأنا تعلمت من يومها أنه أحارب بسلاح المحبة. بتقول أنك تعلمت المحبة من المدرسة المسيحية اللي تعلمت وتعلمته قبل ذلك من مدرسة في يافا. نعم. والدي مع أنه كان اسمه الحاج توفيق. نعم. وأصر أن ندرس في المدرسة الأرثوذكسية في يافا. وطبعا إحنا ما لنا خيار، المدرسة رحنا المدرسة. تعلمت الحب فيها، تعلمت المحبة الصافية فيها، لدرجة أني تشربت بمبادئ المحبة في الديانة المسيحية. يوم في أستاذة سنت يوم أحد ما بيّنت محل، بنسميها مس، إحنا المعلمات بنسميهم مس، فالمس ما إجت. بقول له وين المس؟ قال اليوم الأحد معيدة بتروح بتصلي. إجت التنين قلت لها كيف يعني معيدة بتصلي، بدك تشرحي لي؟ قالت لي بنروح على الكنيسة وبنصلي وبنشكر بالقداس، بنشكر الرب. نعم، هو اسمه سر الإفخارستية، يعني سر هذا الشكر. المهم بفضلك تفضلت بأنك قلت نشكر، بنروح لنشكر الرب. نعم. وبنشكره على كل شيء، ما في من والله روح نشكره على شيء وشيء لا، شكرا لك يا رب على كل شيء. قلت لها تاخذيني معك الجمعة الجاية، قالت لي إيه باخذك. رحت واستمتعت بالجو المحبة والتسامح والرضا. وأهلك ما كان عندهم مانع أبدا، أنا وإخواتي كأخواني وإخواتي نفس الشيء، كنا نعيش بهذا الجو واكتشفنا أن القوة هي في المحبة. نعم. دكتور كمان هالمحبة وهالتسامح وهالبيئة الحلوة اللي بيت فيها خلتك تشوف الجمال والحلا بالكل. بتقول دايما انه ما في انسان ما في شيء حلو. هذا جزء من المحبة ايضا. نعم. ليش انا بقول المحبة؟ انا لما كيف بحب الشخص؟ عندما اقابل اي انسان ابحث ما هو الجميل فيه. نعم. عادة طبيعة البشر انه ببلش ينتقد لبسه، شكله، تمشيته، حكيه، اي شيء. انا ابدا بقعد بدور شو اللي حلو فيه. شيء حلو بقلبه، بداخله، كيف شو حلو بهالإنسان؟ حلو بقعدته، حلو باحترامه لأهله لما بيحكي عن أمه، حلو بأي شيء، وأربط هذا الشخص بهذه الصفة. نعم. فهذا اللي بيحب أهله خلص. صحيح. نعم. صرت أحبه. فهذا الحب بيخلي الطرف الآخر يرتاح ويعرف أنه أنت بتحبه، فهو بيصير يحبك. وكنت يعني أقول لك أن هذا سلاحي كان، وأنا دائما أقول هذا طموحي أن الناس تحبني. أنا هلأ مبسوطة بقول له طول الطريق مبسوط أنه هذا تبع المطعم
المناقيش على الطريق رفض ياخذ حق المنقوشه. كثير مبسوط انا، مش لاني وفرت حقها طبعا، مش لانه هذا الرجل احبني لما عرفه عني او سمعه عني. المحبه هي اقوى سلاح في الدنيا. نعم دكتور، اليوم بما انه عم نحكي عن البدايات، جيت من يافا على باخرة شحن، شو حملت معك؟ شو شحنت معك من انا طلعت انا ووالدي ووالدتي واخواني. امي قويه كانت يعني شخصيتها وماسكة حالها وعادي. والدي كان محبط ومنهار، فكما قلت جنابك قلت له ما ليش زعلان؟ قال لي كيف ليش زعلان؟ يعني انت مش عارف شو اللي صار فينا؟ قلت له شو صار؟ قال لي فقدنا كل شيء. كان عندنا كل شيء وصار عندنا ولا شيء، كيف ما بدي ازعل؟ يعني انت زعلان من عدونا يعني؟ قال لي قلت له بدك انتقم منهم. صار يطلع فيه هيك وابتسم رغم ألمه، ابتسامه انه شو الولد اللي عمره 10 سنين بده ينتقم من اسرائيل، من العدو الاسرائيلي. قلت له انا راح انتقم لك منهم. قال لي كيف؟ كما تفضلت له بان اتفوق عليهم. انا اخترت طريق مختلف اريد ان اتبناه، وهذه رساله. هل انا هذا اللي بدي اركز عليه الان؟ نعم. انني احمل رساله. نعم. هالرساله من وين بلشت؟ الرساله بلشت وانا على الباخره، عمري 10 سنين. وعد لوالدي اني انا ساتفوق على عدوي الذي طردني من بلدي لاثبت للعالم اني انا احسن منه وانا اللي بستحق هذا البلد مش هو، وانه هو لازم يطلع وانا ارجع. وأنا اليوم بحتفل ببداية تنفيذ هذا الحلم. نحن اليوم في بداية العودة، وأنا بالمناسبة من الآن أنادي على جميع الإعلاميين في العالم أن يتوقفوا عن تسمية اللاجئين. اسمنا العائدين. الفلسطيني هو العائد، لأنه ما في فلسطيني بحب يكون لاجئ، ما في. يريد أن يعود، فهو اليوم بدأت حرب التحرير والعودة إلى الوطن. الشخصية القوية اللي خلتك تحقق طموحاتك، أخذت من مبادئ والدتك اللي شخصيتها قوية زرعت فيك هالمبادئ، زادي كم لأنه يعني حمستك وحفزتك تطلع تشتغل أنت ولد، ورجع بيك لما شايفك على قد المسؤولية حملك مسؤولية العيلة والإخوة. ثقافة وتربية الوالدين لي خصوصا أمي كانت حافز، ولكن الحافز الآخر كان هو التحدي والمعاناة. وأنا فلسفتي في الحياة أن المعاناة نعمة. إذا أنت عم بتعاني وعندك مشكلة اشكر ربك. بعض انواع المعاناة، كل انواع المعاناة، يعني انك اشتغلت ببيع البوزة، اشتغلت بالشوارع. عظيم. هل عشتوا بمخيمات مثل كل الفلسطينيين اللي اجوا على لبنان اما استقليت؟ لا انا كان حزن من الصدفة انه والدي كان يعرف مختار الغازية. نعم. وكان بينهم علاقة من قبل، فاصر مختار ان يسكننا في الغازية. نعم. واعطانا شقة. وكمان هون يعني أنا في شيء تاريخي بحب أحكيه. تفضل. هوني كانت قصة أول حب إلي. حلو. كانت في. قدر كان جاي سؤال بعدين صدقت عليك. لا هذا لا مش وارد بسؤالك. هذا شيء جديد. هذا في هذاك الزمان كان عمري 11 سنة. نعم. وكان بيتنا اللي أعطونا إياه بيت صغير يطل على بيت ثاني، وكان في طفلة مثلي عمرها 10 سنين. فكنا على البلكون نقشر ربعات ونفرح انه بنحب بعض. حب البراءة اكثر من براءة، حب عن بعد، عن حب بدون معرفة، لا بعرف اسمها ولا بتعرف اسمي ولا سلمت عليها، بس كنا نشوف بعض، نفتح الشباك نتنقوز على بعض ونسلم على بعض ونسكر الشباك. نعم دكتور. بهديك الفترة كمان اضطريت انك تشتغل، اشتغلت بكذا وظيفة
أبرزهم بمحل بوزة بمنطقة فرن الشباك، كمان سميته للمحل. كنت أحمل الشنطة تبع البوزة تبيع، وكان غداك وعشاك وترويقتك إذا فينا نقول. سلام، أحلى الأيام. نعم. أنا مر تلميذ، طب شو بدي أشتغل؟ ما بعرف، ما عندي علم، ما عندي قدرة. لقيت محل بوزة بفرن الشباك اسمه كان إيفرست. رحت، مش موجود مع الأسف، كنت بتمنى يكون موجود. رحت على المنطقة اللي كان فيها بساحة فرن الشباك، حاطت انه بده بياعين. فدخلت عنده قلت له بدي بيع. قال لي هذا الصندوق اللي بدك تحمله اكبر منك، كيف بدك تحمله؟ صغير، صندوق خشب كبير بيبقى تقيل ومليان بوزة متوزن مي. فسؤالي هو دكتور، اليوم بالمكان اللي عندك اياها، بالقوة اللي عندك اياها، قوة العلم والمعرفة، بتحمل بائع البوزة بداخلك ام تركت الماضي للماضي؟ ابدا، بفتخر في هذا الماضي واتذكره كل يوم. نعم. اتذكر اني انا كنت كيف المحبة، نرجع، انا كنت ابيع بوزة، كانوا يشتروا مني مش لانه بدهم بوزة، لانه بدهم يساعدوني. نعم. شايفين طفل وحامل صندوق، طفل مبين عليه انه ابن الناس، مش واحد يعني. نعم. مبين عليه شيء حلو، فكانوا يشفقوا علي ويساعدوني بانه بيشتروا بوزة. وانا بالمناسبه سالته لما اشتغلت، قلت له فيني اكل بوزة كم حب؟ قال لي كل قد ما بدك. قلت له يعني ما في حد، كم واحدة، كم حبة ستيكي، كانت ستيك، كم ستيك ستيكي بقدر آخر؟ قال لي قد ما فيك. قلت له مثلا أنا إذا جعت فيني أعملها غدا؟ قال لي إيه والله، في أيام تغديتها. طيب هيدا الجوع والفقر والمعاناة، ومن كان في كهرباء بعرف كنت تدرس قدام الباب على ضوء الشارع. طبعا انت انت حولتهم جمال وسحر طفولي. نعمة، واحد انت قاعد في البيت مسكر عليك بخنوق، ولا تقعد على رصيف الشارع بس كيف انتصرت بهالهواء الطيب بالفرح؟ كيف انتصرت عليها انك عملت حققت انجازات؟ ومن وين بلشت الانجازات بعد الجامعة؟ يعني حتى الجامعة كان بعد العيلة فقيرة، بتخبر حضرتك كنت تجمع له الفواكه بعد الغداء بالجامعة، ما شاء الله عليك حافظ، وترجع على البيت تعطيهم يوم بالويك اند، بس ترجع لانك انت بداخلي. اطيب احلى لحظة بحياتي. طيب هيدا هو الحافز اللي خلاك تشتغل تدرس اكثر؟ تطبيق لثقافة العطاء في الانجيل، في صح. المعطي بمحبة يحبه الفرح المتهلل. هذا كنت لما اجيب الاكل الفواكه لاهلي قاعدين يبقوا ناطرين طلال حيجيب فواكه، حناكل فواكه، مع عندنا قدره. لانه لما توجهت للدراسه العليا تركنا الغازيه وانتقلنا لبيروت. فالمهم انا في ثقافتي بناخذ مثل الحرام اللي عملت له اياه. نعم. احنا لجأنا في الصيف، معروف انه حرب فلسطين. نعم. 48 كانت بالصيف. لما اجى الشتاء ما عندي ثياب، امي اخذت خط حرام وقصقصته بقدراتها المحدوده، حتى بدون خياطه، ما بتعرف خياطه، عملته شيء يشبه الجاكيت. رحت على المدرسه، دخلت على الصف، طلعوا يتوشوشوا الطلبه ويضحكوا علي، قالوا شوف شو لابس، شوف كيف لابس جاكيتته، تنمر. قلت لهم اضحكوا قد ما بدكم، انا بعرف انكم تضحكوا لانكم غيرانين مني، انا لابس احرام بدفي، انتم لابسين جاكيتات يمكن حلوه بس ما بتدفي. كل شيء فانا احسن منكم. كل تعتير بتحوله لفرح. يعني شو هالفكر الايجابي اللي عندك؟ هل هيدا خلاك من بعد ما تتخرج من الجامعه تكون عم بتساعد الشباب كمان من بعد ما انت اسست شركاتك؟ طبعا. الشباب اللي ما قادرين، يعني بتحس معهم واجبي، بتعطف عليهم، بتشرف باني ادي واجبي. انا اقول ان المعاناه نعمه. نعم. كل عثره، كل ما تواجه مشكله اشكر ربك لانه اعطاك فرصه ان تنجح، اعطاك فرصه ان تنتصر. انا لليوم هاي زملائي
بيعرفوني باجي على بيجوني عندهم مشكلة، بقول له ها خير، بقول معلمي عندنا مشكلة، بقول له أفك هاي خبر حلو طمني، معلمي عم بنقول عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة. قلت له فرحني أكثر، قل لي قديش كبيرة. قال لي مشكلة كبيرة، عندنا قضية. قلت له تفضل. قال لي مشكلة كذا كذا. قلت له طيب في أحلى من هيك؟ ليلاقوا الحل، بتجبرهم يفكروا ليلاقوا الحل. عندك فرصة الآن أن تنتصر، عندك فرصة أن تتفوق، عندك فرصة أن تنجح. وزعلان؟ روح حارب وانتصر. شو حلو. طيب دكتور، اليوم هالفقر اللي عشت فيه بتعتقد هو اللي بيصنع الأغنياء أو الزهد؟ أنا بقول القرار هو قرار، كل شيء في الحياة قرار. أنت غني أو فقير، أنت تقرر أولاً أن تكون سعيداً أو تعيساً. ابن العشر سنوات قررت أنك تكون غني بهديك الفترة، كان قدام أبداً عيونك. أبداً ما كانش عندي ولا عندي ولا اليوم أي اهتمام بالغناء. عندي رسالة، أريد أن أتفوق على عدوي، هذه رسالة. ولما يكون عندك رسالة غير عن يكون عندك أهداف. لما يكون عندك أهداف بس تحقق، طيب بعدين تكتفي بس لا. أما الرسالة لا تنتهي. أنا رسالتي أن أتفوق على عدوي. وبصراحة هذا ساعدني عليه أمي بشكل خاص. إحنا كنا مجموعة أولاد، أخواتي يعني إخواني أربع شباب وبنت ما شاء الله. غيري. أنت مش الكبير. أنا الكبير من الزوجة الأخيرة. والدي تزوج عاش عمر طيب، عاش 107 سنين ما شاء الله. فتوفيت الأولى ما جمع زوجتين أبدا. توفيت الأولى تزوج الثانية، توفت الثانية تزوج الثالثة. أنا الأول من الثالثة وأنت الأول من الثالثة. كيف تعاملت أمي مع بنات وأولاد والدي من النساء السابقات؟ مدرسة تعلمت فيها، والله إنها كانت تفضلهم علينا. مش تفضلهم بس بالمحبة، بالفعل تعامل. إذا في أكل محدود تعطيهم هم يأكلوا وتتركنا جوعانين. كم ولد كلكم سوا كعائلة كبيرة؟ كعائلة كنا الأولاد 11 ما شاء الله. نعم. هذا لوحده كان بهذيك الأيام سبب فقر. نعم لوحده بدون ما يكون الإنسان كنت... نعم. وأنا وأمي كانت دائما ضدي في كل شيء. أنا من بين الكل، أي خلاف بيصير بين الأولاد خلاف، دائما أنا الغلطان وهو صح. لأنه هي بتعتمد عليك، بتعرفك أنك أنت أفهم وأنت أوعى. حرفيا عشان هيك بتعدمك أكثر. هاي فين أنا بالآخر انفلقت، قلت له بابا ماما أنت مش أمي، ليش هيك عم تعملي فيه؟ أنا دائما غلط ودائما هم صح. ما اسمع هيك، كان عندك دكتور قصة عشق مع والدتك وترجمت بكتاب كمان. نعم. كمان كتاب حكايه للاطفال، رح نرجع نحكي اكثر. يعني ما بعرف اذا عندك الكتاب بدي اعطيك اياه. انا قالت لي انا بحبك وبدي احميك، ما بدي اخواتك يصيروا ينقموا عليك او يغاروا منك تماما مثل ما صار بيوسف ابن يعقوب. بالضبط. قالت لي انا بدي احميك وبدي أظلني أضايقك وأزعلك لأنك بتتحمل ولأنك قوي. نعم. بعرف إنه أنت عندك قوة ما بتنكسر، هم دول ضعاف إخوانك. فأنا وأنت صرت السند تبعهم بس وصلت أكيد. أنا إلى أن صار عمري 15 سنة، وهذا كان من تاريخ هام جدا بحياتي إذا في مراحل تحول. نعم. عمري 15 سنة ناداني الوالد، قال لي أنا رجال كبير خلص، ما بقدر على مسؤوليات العيلة، أنت بدك تتولى العيلة كلها. إيش؟ أنت أبوهم. شو هالمسؤولية؟ وسبعة منهم أكبر مني. قال لي أنت أبوهم من اليوم. قلت له بس خليني مشان ما يصير حساسية. قال لي لا، هم يتمنوا ذلك، أنا بعرف. وفعلاً قالوا له، قال له بابا احنا نشكرك لانه طلال بنعرف نتفاهم معه، انت ما بنقدر نتفاهم معك،
انت دكتاتور تؤمر بس. طلال بياخذ بيعطي معنا حلو، فاحنا مبسوطين. تمارا اكيد بتعرفي مرحله الجامعه وفات دكتور طلال الجامعه الامريكيه بهداك الوقت منحة. يعني اصلا الواحد بيعطي الهم كيف بده يدفع القصه، كيف قدرت تحصل؟ ليش دائما بقول انا كل شيء قرار. كان في منحه كانت تاسست الأونروا وعامل منحة لطالب واحد شرط أن يكون الأول على لبنان. طب هذه نقمة؟ هاي نعمة. نعمة طبعا. يا أخي أنا مجبور أني أصير الأول، طب ما غيري دخل من دون ما يصير أول، ما غيري أنا. الله هذا تحدي، أنا بدي أكون الأول. كنت الأول وأخذت المنحة بشعور بالانتصار والتفوق على ذاتك بالأول، انتصار على ذاتك بالأول. أبدا، أنا اعتبرت أن هذه فرصة لي لأنتصر لأتفوق، فرصة. أنا في سبب هلأ أنا مجبور أطلع الأول، يا عيني ما أحلال. إذا أنت مجبور تطلع الأول بتزعل؟ دكتور كنت حضرتك مجبور تطلع الأول قبل الجامعة والمرحلة المدرسية كمان، مجبور المدرسية أكتر وأكتر كلها. وبتقول دايما أنه قابلت المدير مدرسة المقاصد وطلبت منه كلها كانت هذه قرارات وقرار شخصي أنك تتفوق لتقدر تثبت حالك. ولما كتب لي هذا قصة المقاصد الإسلامية، رحت سجلت، بعد ما سجلت عند الريجسترار قال لي الرسوم، قلت له ما عندي. قال لي يعني ضيعت لي وقتي، ليش؟ في حدا بيدخل جامعة أو مدرسة بدون ما يدفع رسوم؟ قلت له ما عندي، أعطيني منحة التفوق. قال لي طب بدك تتفوق أول. قلت له كيف بدي أتفوق إذا ما دخلتني؟ قال لي لا حول ولا، بزع الأوراق ورماها بالزبالة. خلصت القصة؟ لا، بدأت. رحت على بيت صاحب المدرسة اللي هو محمد تمام، محمد سلام، عمه لتمام سلام. نعم. قال له في ولد بده يحكي معك. طلع قال لي نعم يا ابني على الباب. قلت له ولو انتو كرمكم واخلاقكم بدك تحكي معي وانا واقف على الباب، قل لي تفضل. ما تضيفني لا مي ولا قهوة ولا شيء، بس اسمح لي ادخل واحكي معك. قال تفضل. قلت له هيك صار معي. قال لي شو بدي اعمل لك؟ كلامه مزبوط المسجل. قلت له ايه، بس انا انت صاحب المدرسة بتقدر تاخذ قرار انك تعطيني منحة مشروطة. فصل واحد اكون الاول شرط، اذا لم اكن الاول تطردني، لا رح تدفع كهرباء زيادة ولا مي زيادة ولا اساتذة زيادة ولا كتب زيادة، ما في شيء، ما في عليك اي مصروف. جرب لي فصل. قال لي يعني انت متأكد انه بتطلع الاول؟ قلت له جربني. طلع ورقة والله الله هدا وكتب على ان يكون الاول. قلت له لا، على ان يكون الاول في جميع المواضيع وفي كل موضوع وفي المجموع. قال لي عم بتصعبها حالك. ما شاء الله. قلت له بدي اصعبها. قال لي لهالدرجة عندك ثقة؟ قلت له لا ما عندي ثقة، عندي شيء اقوى من الثقة اسمه الحاجة. الحاجة أقوى من الثقة، الحاجة قوة طبعا. أنت لما تكون محتاج بدل ما تشعر بالإحباط والفشل أخذها قوة وانتصر على الحاجة. فقلت له لا أنا عندي حاجة، بدي أربي إخواتي وأصرف عليهم، وأهلي وأمي بدي أبوي بدي أصرف عليهم، مضطر أدرس حتى أقدر أصرف عليهم. حتى بعد تخرجك يعني انتشلت الوظيفة نشل. وفي قصة حلوة هون الأولي. كمان اللي هي حقيبة الرفض اللي اجتك. نعم بعد موجودة عندك. في قصة ما حكيتها قبل انه ليش انا رحت على الكويت، يعني من بين كل الخيارات اللي ما كانت موجودة ولا واحدة بما فيها الكويت ما كانتش موجودة. نعم. رحت على شركة عندها مكتب بالكويت. بس هذيك الأيام عز ازدهار الكويت، يعني عز ازدهار، الواحد يطلع معاش كثير مرتب. نعم. فاز حتى في لي صديق عزيز بالكويت قال لي أنت ليش اخترت هالبلد بهالرطوبة وهالطوز وهالحر من بين بلاد الدنيا؟ قلت له ما اخترتها،
هي اختارتني؟ لا، هي زوجتي اللي اختارتها. قال لي كيف يعني؟ كان كنت انا قصة زواجي، هلا احنا السنة 60 ما شاء الله، بسم الله، 60 لبنانية، سيدة لبنانية. تعرفت عليها بالجامعة؟ بالجامعة، نعم. وهي قصة راجعين لها، هاي قصة راجعين لها القصة. بس اللي صار انه هي عمها كان رئيس مجلس الأطباء في الكويت، فراحت لعنده تشتغل في الكويت، فأنا قررت بدي أروح على الكويت. لحقتها. فأنا اخترت الكويت بسببها، مش لأني بدي اختار الكويت. أنت شو كنت تخرجت بالضبط من الجامعة الأمريكية؟ تخرجت بزنس أدمنستريشن، بزنس محاسبة، كونسنتريشن محاسبة. بس ما هيك دكتور، البزنس أدمنستريشن تخرجت فيها كان عندك حب وولع باللغة العربية، اللي بتعتبر أنه اللغة هي سلاح ناعم، وحتى اشتركت بجائزة وعندك العديد من المقالات. هذا حفزيني ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. فاتجهت لهذا المجال برضو أكثر. هذا كان سببه العاجل. نعم. أنا دخلت بهذه المباراة لأنه فيها جائزة. صحيح. وأول مبلغ محترم قبضته بحياتي كان هذه الجائزة، 500 جنيه. مزبوط. شو بدي أعمل فيهم؟ مبلغ بوقتها ضخم جدا، مش عارف شو أعمل فيهم. اعترض، شو بدي أسوي؟ 500 جنيه. استفادت أمك، ما كانش بجيبت جنيه، استفادت أمك منهم. أيوة، اشتريت لها بقى ثلاجة لتحط فيها الأكل، اشتريت لها فرن، اشتريت كنبايات، اشتريت كل شيء، اشتريت لها تلفزيون، ما كانش عندنا شيء. ففرشت البيت بال 500 جنيه لاني استطعت. ويوم حاول ان يقنعني عميد الجامعه، عميد الكليه، انه انت ما لازم تدرس بزنس، لازم تدرس اداب، انت عندك اسلوب في الكتابه كانك كاتب محترف. قلت له والله انا كنت ناوي ادرس أداب، وفعلا بس القدر، أنا أؤمن بقوة القدر. يوم اللي رحت أسجل أداب كانت مسكرة كلية الأداب. نعم. وصديق إلي قال لي سجل بزنس وبعدين حول. قلت اتكلنا الله، حول سجلت. بعدين فكرت قلت والله يمكن هذا إرادة من ربنا، لأنه البزنس بفيدني أكثر من أن أصير كاتب. أنا بصير عندي قوة أكبر لقدرة على المساعدة، قدرة نقدية بسمح لك تساعد، بسمح لي أكون أقوى. نعم. بالضبط. بس بالأدب منعيش ومنموت بالأحلام. لأني يعني كل ما حصل معي هو بسبب المعاناة. كنت مضطر أشتغل بالترجمة. نعم. أترجم كتب كمان، وأنا كنت في مدرسة المقاصد اللي ما بتعلم لغة، بس عربي، بس عربي. علمت حالي اللغة الإنجليزية، اشتريت قاموس ما شاء الله، وأقعد أترجم ليل نهار ما شاء الله بالترجمة. لدرجة أني لما انتقلت إلى الجامعة لأتقدم لامتحان الدخول، بعد ما حصلت على المنحة، في امتحان بدك تثبت أنك تستحق أنك تدخل تقنيا لغوي أكاديميا، في مادتين عفيت منهم. حلو. العربي والإنجليزي. اللغات. لأن لغتي أعلى من مستوى الفريشمان. ما شاء الله. مش لأني أنا ولدت وما أخذت إبرة لغة، لا، لأني اشتغلت بالترجمة، اللي كنت مضطر لأنه محتاج الفلوس. يعني الحاجة، بدي أقول الحاجة هي اللي خلت على النجاح، هي اللي خلتني انجح الحاج. نعم. دكتور، بتآمن ايمان مطلق انه الانسان هو اللي بيصنع سعادته؟ وكمان بتآمن بالقدر؟ سبق وخبرنا هلا مثال عن القدر. ما بتحس بمطرح من المطارح انه القدر هو اللي جابك على متن الباخره ومهد طريقك لتصير اللي انت عليه اليوم، مش السعاده قرار؟ في فرق بين القدر وبين القرار. السعادة قرار مش قدر، ولكن الإنسان يواجه قدر أقدار إذا كان يفهم وذكي وعرف أن يستغلها بنجاح. نعم. يعني أنا دخلت بقرار وطلعت الأول بقرار،
بعدين لقيت المكتب الكلية مسكرة، هذا قدر انه كنت مسكرة، فقراري كان ان ابقى في كلية الاعمال. دائما القرار هو الذي يوصل، القدر هو فرصة، وكما يقول المافيا الناجح هو من يعرف ان يمسك قدره عندما يأتي، فهذه قرار. حتى المسك بالقدر هو قرار، ما في واحد خلقه الله لا يكون تعيس قال له انت بدك تطلع تعيس أبداً. بس في ظروف بالحياة أبداً. بتخليه يحزن فترات أبداً. بدي أعطيك مقاربة إيمانية يمكن قريبة كتير من تفكيرك، من حكمتك اللي أنت ماشي عليك بحياتك. نحن بالكتاب المقدس بالمسيحية بيقلك أنه قدي بتتحد بالله قدي بتكون فرحان وسط الضيق والشدائد والمصاعب. نعم. وانت ساعتها بتقدر تقف على اجريك بهيدي النعمة الالهية. بالضبط. يعني انا بتصور انت هيدا اللي اخدته بحياتك، وانت هيدا بتسميه قرار. نعم. انت اخدت قرار تكون هالقد قوي عم تاخد نعمة من الله لتضلك تقف على اجريك. انا وما كنت كسلان بتقدر، يعني دايما كنت تجتهد. بالضبط. يعني مثلا بتقول لي كنت تمشي 4 ساعات على المدرسة من الغزية لصيدا، هذه نعمة. علما انه اخواتك ما يقبلوا يمشي. ما بدهم يمشوا. يتعب ليش ليروح؟ نعم. أنا قلت يا سلام الله معطيني إجرين، ليش ما بمشي؟ في ناس مكرسحين. صحيح. أنا الله أعطاني فرصة أعمل رياضة. هالفكر منذ الصغر مربى عليه أو كيف بتعتقد خلق معك؟ يعني هذا الفكر بتحس كان فكرك ناضج أكبر من عمرك، وعندك مثال إخواتك ما كانوا يفكروا هيك. شو اللي ميزك؟ هيدا بالفترة بتجي ربيت على هذا الشيء؟ لا، برضو قرار. قرار. أنا قررت أن أصنع مستقبلي. في واحد بده المستقبل هو يصنعه، يترك للمستقبل أن يصنعه. أنا أريد أن أصنع المستقبل. لليوم دائما بقول نظرية للشباب والأطفال والتلامين، أنت ساهم بصنع مستقبلك ولا تنتظره. ما تنتظر شو راح يصير لك، ساهم بأنك تصنع ما سيحصل لك. صحيح. وسيحصل لك. طب هذا الشيء بيخليك تقسى احيانا بمشاعرك؟ يعني انت في احدى المرات كان عندك محاضره بمؤتمر وكان في دفن خيك. نعم. يعني نعم خلصت الدفن وضليتك رايح على المحاضره. نعم. ما قطشت، مع انه كان فيك عندك حجه، عندك مبرر. هذا الشيء بيخليك تقسى بمشاعرك. أبداً. مقابل شغلك و... ابدا هاي مش قسوه ولا هيدي حكمه. هذا قرار حكيم. حكمه. هذا قرار حكيم. نعم. طيب انا فعلا بالضبط وجيت على المؤتمر متأخر يمكن 20 دقيقة. اعتذرت كتير، كنت رئيس المؤتمر، قلت له سامحوني بس ما كنتش متوقع انه اجراءات الدفن تاخد وقت، تاخد هالوقت. وانا دفنت اخوي وجيت، صار يوشوشوا بعد ويسألوا احنا سمعنا مزبوط دفن اخوه هلأ وجاي على المؤتمر؟ قلت لهم خليني اشرح لكم، طب انا لو ما جيت شو البديل اللي عندي؟ اروح على البيت واصفن؟ نعم. برجع بيطلع من القبر ببطل ميت؟ بكون انا سعيد؟ بالعكس، انا هون سعيد لانني انتصرت على الموت، ما خليت الموت ينتصر علي. فانا سعيد اني موجود معكم، وسعيد اللي انا دفنت وجيت اعمل عمل مفيد إله أيضا. يعني هو الآن قلت لهم هلأ أخوي اللي بالقبر هلأ فخور فيه إني بدل ما أقعد وأصفن وأبكي عم بعمل شيء مفيد. نعم. دكتور، قلبك لبناني، لبنان له مكانة خاصة عندك بطبيعة الحال، ربيت بهالبلد بمنطقة الغزية بجنوب لبنان، وكرمتك كمان بدورة سمت المدرسة اللي تعلمت فيها على اسم حضرتك. نعم. مدرسة شرف. دكتور طلال أبو غزال للتكنولوجيا. شو بتقرأ اليوم الوضع بلبنان؟ شو نظرتك لهالبلد؟ هذا البلد بلد عظيم. نعم. شعب عظيم، كل شيء في لبنان كويس، كل شيء. ما في بلد عنده طبيعة مثلنا، بالبحر وبتركب السيارة بتروح بتعمل سكي في الثلج. هذا بلد أعطاه الله طبيعة لا مثيل لها. هل بيعرفوا قيمته؟ بعد هنالك هذا البلد في ناس عنده عقول
الخبراء اللي بالبنك الدولي نوابغ صندوق طبعاً. النفط ما هو صندوق النقد ما هم اللبنانيين سفير لبنان المتحدة سفراء ورؤساء دول بسانت ويني كيف اسمه هذا جبراء بلد خليل جبراء شو بدنا نسميه بالضبط هذا بلد عظيم شعبه عظيم نعم. هذا بلد فيه طبيعة تمكنك من أن تكوني أول بلد سياحي في الدنيا صحيح في كل شيء كويس شو المشكلة؟ المشكلة مش أنتو اللبنانيين وما بتكون ولا قابلين تواجهوا الحقيقة أن مشكلتك لا حزب الله ولا القوات ولا الكتائب ولا الاشتراكيين ولا أحد ولا السنة ولا أنت فرض عليك الفشل لما اثنين واحد اسمه اثنين اللي كتبوا تاريخك وخلقوا لبنان مين واحد فرنساوي وواحد انجليزي سايكس وبيكو موحدة من مستر سايكس ومستر بيكو قعدوا وكتبوا خطة للبنان والخطة تقول بأن نريد أن يبقى هذا البلد إلى الأبد في مشاكل مقسم نعم أمريكا والغرب كله اللي بدعي أمنا الحنون على رأسه اللي هي فرنسا وينك يا مش أنت بتحكي بالديمقراطية ليش ما بتعمل نفس النظام عندك بفرنسا ما في بلد في الدنيا فرنسا عملت حالها دولة علمانية وريحت راسها من الأديان بالزبط يعني. هذا الشيء اللي ما بيصير بلبنان ولا في بيصير لولا أنه ما منعوه هم وضعوا لك نظام حتى ما يصير 100% طب انت ماءك هيدا لبنان ويعني تربيت فيه وعشت فيه وترعرعت فيه وهلقيت حبك لقاله ما خليك تطلب الجنسية او لانه اصلك فلسطيني ما طلبتها بالمرة لا ما طلبت الجنسية وان كان قلبي واحساسي لبناني لبناني ولكن انا تزوجت لبنانية نعم 60 سنة إحنا الآن المهم أنت الأخ سايكس والأخ بيكو قرروا أنه يعملوا لك 4 أو 5 رؤساء نعم عند الانتخابات كل سنة بنتخبوا لك 5 رؤساء نعم واحد رئيس للجمهورية وهذا رئيس النواب وهذا رئيس للحكومة وواحد النظام الذي اخترع للبنان ولا وجود لمثله طب مثلا خد سويسرا طب ما سويسرا فيها ألماني وفرنساوي وأوروبيين مختلفين ما أقول له والله واحد رئيس الجمهورية فرنساوي ورئيس النواب يكون ألماني ورئيس الوزراء إنجليزي اخترع لبنان له هذا النظام اللي سموه التوافق والذي يساوي كلمة عدم التوافق نعم دكتور نحن اليوم على قد ما منحب بلدنا قد ما كمان منشوف هالحب بمحل بعيون كمان الأجانب والغربية قد ما معلقين اليوم بطبيعات ما في حب بالعيون الغربية ولا في حب مش بالعيون الغربية ما في حب في الدنيا أنا كان عندي الغربية صدقة. مش الغرب في فرق أكيد الغربية العالم الغربي المواطنين الغريبين نعم مش الغرب مش الغرب نعم احنا أنا بتضايق كتير لما بنقول محتاجين أمنا الحنون وما في حل بيصير بدون تدخل دولي نعم أنا كان لي صديق صداقة وثيقة مع رئيس جمهورية شيء مؤسف نضلنا نفكر ناطرين من برا المساعدة لحتى ننهار نعم. وأنا بدي أقول لك شيء طلب مني أنا أن أقوله جيمي كارتر ربطتني به صداقة حميمة طيل فترة حكمه بعدها دعاني على العشاء في باريس بعد ما طلع من الحكم قلت له بدي أسألك أنت رجل معروف إيمانك هو مسيحي متدين مؤمن منتزم. معروف انك مؤمن وصاحب ضمير وصاحب اخلاق كيف اتخذت قرارات كلها ضد الدين والضمير والاخلاق نعم
قال لي بتقصد في فلسطين؟ قلت له نعم. قال لي بدي اقول لك شيء وارجوك ان تنقله لكل من تقابله من حكام وصانعي قرار في العالم. امريكا ليست بني ادم مثلك ومثلي. ما عندها قلب. ما عندها ضمير. امريكا عندها فقط عقل يحكم المصلحة الوطنية. إن إذا كان جاءني قرار executive order مكتوب عليه أن هذا القرار هو لمصلحة الأمن القومي الأمريكي ووقعه لأني أنا موظف عند الشعب الأمريكي ومصلحة الشعب الأمريكي هي التي تقرر مش رأيي أهم من كل اعتبار. دكتور كنا عم نحكي عن قديش نحن معلقين ببلدنا قديش كمان معلقين بهذه الأيام بهالصعوبات والأزمات اللي عم نمرق فيها بحيالة كلمة بنسمعها ممكن تكون عم تتنبأ لنا بمستقبلنا. ما هي رؤيتك للبنان مستقبلا وحتى أبعد من هيك؟ لبنان يجب أن يقرر ما له علاقة لا بالقضية الفلسطينية خلينا يعني من ما نرميش التهم على الغير ولا على فرنسا ولا على الأمم المتحدة ولا على العرب. لبنان عنده مشكلة ستراكتشر. هذا القانون بنية. هذا القانون لا يمكن أن يبنى فيه دولة. هذا النظام الذي وضع الوظائف حسب الأديان والطوائف لا يمكن أن يبني دولة. وليس له مثيل في العالم. أنا بتحدث حاولت أمريكا أن تتعلم من التجربة وتفرضه في العراق وفرضته جزئيا بأنه عملت رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية من طائفتين منفصلتين ألا تغضي الفئات. إحنا علينا في لبنان أن نقرر أن نصبح دولة وليس أحزاباً وديانات. مسألة قرار. نعم. قرار كل شيء قرار. نعم. والقرار يجب أن يبدأ منك. ما في دولة حتساعدك عليه لأنه إسرائيل لا تسمح بأن تغير. هو اللي بانعك واللي مبسوط على قرارك لأنه هو أيضاً تأسس بموجب قرار اللي هو وعد بلفور. صحيح. دولة تأسست بقرار من وزير خارجية بريطاني. فأنت أيضا تأسست بقرار دولي وعليك أن تغيري هذا القرار. اللي بده يبني لبنان بده يغير هذا الأساس لأنه بتقول مشكلة انتخاب رئيس. ما لو ينتخب رئيس وانتخب رئيس قبل. أنا رئيس جمهوري بديش أذكر اسمه قال لي فكرك أنا عندي صلاحيات أنا ما بقدر قرر بشيء. رئيس جمهورية أقسم بالله قال لي في جلسة خاصة هذا بعد اتفاق الطائف. صحيح. قال لي ما عندي قرار ما عندي صلاحيات. صحيح. أنا بس منظر رئيس. طب هذا وضع يجوز؟ القضية مش قضية انتخاب رئيس لأنه حتى لو عندك رئيس المشكلة قائمة لأنه ما بيقدر يأخذ قرار إلا ما يوافقوا عليه 100%. نعم. ما في ما أرجع لأيام الجامعة لأنه حكينا بخضم الحديث حبك الأول كان في حب أول بريء رجعنا على حب اللي صبر عنه زواج برضو بريء خبرني ما تتهمني بعدم البراءة. حلوة. تعرفت على زوجتك بالجامعة؟ كنت في الصف. اسمها لو سمحت وشو اللي جذبك لها؟ كنت في الصف وفي بداية أول حصة في أول السنة بالسوفمور. من أول سنة بالجامعة؟ لا ثالث سنة. ثالث سنة بالجونيور. نعم. أول حصة بالفصل الثالث بالصف الثالث كان في بيروت كان في جامعة كلية بيروت البنات. نعم. بيوسي وكان في خمس بنات أو ستة يدرسوا بهاي الكلية انتقلوا لعنا. على الجامعة في السنة الثالثة الجامعية عملوا ترانسفير. نعم. بيروت كوليج فور وومن كان اسمها. ايه دخلوا الخمسة وقعدوا بالصف أول حصة أنا بقرار قررت إنه في واحدة منهم بدي تكون مرتي هيك بلا ما تحكي معها بلا قرار واحد
ما بعرف من هي لأحكي معها، بحياتي ما شفتها. طلعنا من الصف، مشيت جنبها، قلت لها بدك تسمحي لي أتعرف عليك؟ قالت تفضل طبعا. قلت لها أنا اسمي طلال أبو غزالي. قالت لي أنا اسمي نهى سلامة. قلت لها فيني أبحث معك موضوع؟ قالت تفضل. قلت لها كم ولد بدنا نجيب؟ هيك دغري مباشرة؟ ما بتعرف اسمي؟ قالت لي نعم. قلت لها أنا وإنتي رح نتجوز، واللي بيتجوزوا عادة بحبوا يجيبوا أولاد، ثقة عمياء يعني، فبدنا من هالآن نتفق حتى ما نختلف بعدين. ما بدي أختلف معك، بتحبي الأولاد ما بتحبي الأولاد، من هلأ قولي لي. دكتور، ما أنا عم نحكي عن الزوجة يعني عن المرأة، شو هي ما كانت المرأة بحياة الدكتور طلال أبو غزالي؟ بنعرف بلشت من عمر المرأة صغير. المرأة هي الأم، عشق منذ الطفولة مع والدتك. المرأة هي كل شيء. نعم. المرأة هي الأم اللي ولدتني، المرأة هي الزوجة اللي جوزتني، المرأة هي بنتي التي أنجبتها. نعم. المرأة هي أختي التي أحبها. ما بنعرف كمان المرأة إلى صديقتي اللي. نعم. اللي المرأة هي التي أنجبت الرجل. ومجموعة طلال أبو غزالي فيها 60% من النساء. نعم. بس مثل ما بنعرف بتأسف لما تسمع عن تمكين المرأة، بتحزن، بتقول إنه المرأة قوية بس الرجل ما بيشوفها قوية. كلام سخيف اسم اللي بيقولوا تمكين المرأة، وأنا بلوم المرأة. المرأة هي تفرض تمكينها، مش بده حدا يمكنها. هي أقوى من الرجل. أنت بتقدر تتحمل آلام الولادة؟ تقدر تتحمل 9 أشهر بطنك منفوخ وما قادر لا تاكل ولا تنام ولا تقلب ولا تحرك؟ المرأة قدرتها على المعاناة أقوى، المرأة إرادتها على التحمل أكثر. نعم. المرأة حكمتها أكثر. نعم. الجرجمنت تبعها تحكم بمين صح ومين غلط وشو هذا اللي بيحبك وهذا اللي بيكرهك أكثر. نعم. المرأة هي كل شيء. هذا شرف لنا. قد كم ولد اسمر زواجك؟ هذه اول شغله، بما انك سالت مرتك كم ولد. قلت لها شو رايك ب4؟ هي ما عم تسمع. نعم. وفقدت اعصابها وقالت لي ما تحكي معه ولا بدي اشوف خلقتك. قلت لها على كل حال خليني اقول لك، انا قررت يكون عندنا ولدين وبنتين، وسبحان الله اجت ولدين ولدين وبنتين ما شاء الله. وبدي اعرف منك عن نبوءتك الاقتصاديه اللي كنا نسمعها قبل ما صارت، يعني العمله الجديده حضرتك حكيت عنها قبل ما الدنيا، يعني الدنيا كلها يعني بكل بلاد العالم بيقولوا لي كيف توقعاتك بتزبط. نعم. قلت لأني أنا ما بتوقع، مش متنبئ، بتحلل. أنا محلل. نعم. بعرف ما هي المصلحة والهدف من الشيء وبحكم على أساسه. نعم. ما بحكم على أساس ما يصرح به ولا ما يقال. نعم. تمارا، لكن نحن قلنا جزء تاني باستوديو قلنا راد مرتجي مع دكتور طلال لنكفي كل المواضيع اللي بعد ما قدرنا نحكي. بدنا نحكي ذكاء اصطناعي، بدنا نحكي تحول رقمي، بدنا نحكي مناخ، لأنه طبعا بتعرف في تحديات مناخية. تمارا، هذه كانت حلقتنا مع دكتور طلال أبو غزالي، الجزء الأول من حلقتنا. هذا الجزء الأول طبعا. قلنا شرف أنه نكون عم نحاوره بمرة تانية بمواضيع كمان أكثر عمق من سيرة الحياة، ننتقل من سيرة الحياة للأمور العملية والنجاح، وحتى كمان رح يحمل عنوان كبير، هل كل إنسان ناجح ضروري يكون جمع ثروة؟ أما في أشخاص بينجحوا بس غير مرزوقين، وليش؟ شو السبب؟ رح نعرف كمان هالإجابات كلها. ولهداك الوقت انتورونا بخير إن شاء الله، والله معكم. إلى اللقاء.